مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدين برنامجنا حوار واستثمار. النهاردة زي ما عودناكم دايما هنتكلم عن خفايا وأسرار السوق المصري وكل ما يتضمنه من احتياجات وأسباب للنجاح ودوافع تدفع كل من يعملون إلى النجاح. زي ما عودناكم دايما بنجيب كل ما هو جديد ومختلف على السوق الاقتصادي والعقاري المصري. هنبتدي في البداية بمجموعة من الأخبار وبعدين هنتقابل مع ضيف مهم جدا معانا النهاردة في البرنامج، هو المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية. هيكلمنا عن مواد البناء راحة فين، في ظاهرة جديدة على السوق، انخفاض في بعض أسعار مواد البناء. دي طبعا بارقة أمل بالنسبة للمشترين والمستثمرين، هنعرف منه ايه اسبابها والطريق رايح بينا فين. هنبتدي في الاول مجموعه من الاخبار السريعه اللي تختص بالاخبار الاقتصاديه العقاريه. في الخبر الاول في تحذير بيحذره رئيس جهاز مدينه اسفنكس الجديده، وهي احد المدن ال 14 مدينه التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخطيط والتنفيذ فيهم في الفتره السابقه. مدينة سفنكس الجديدة هي أحد أكبر هذه المدن، مساحتها تقريبا تفوق 60,000 فدان، ما زالت تحت إطار التخطيط والتنظيم وإعادة الهيكلة للطرق وللمشروعات المتكاملة داخلها، بخاصة أن هي فيها جزء كبير بيتحول من أن هو أراضي زراعية هيتحول إلى مجتمعات عمرانية جديدة. المهندس خالد سرور رئيس الجهاز بيهيب بالسادة المواطنين وراغبي الشراء في اسفنكس الجديدة ان ما ينصغوش وراء اي اعلانات او اي دعاية بتتعمل لمشروعات او اراضي داخل هذه المنطقة غير بعد الرجوع للجهاز. جهاز اسفنكس الجديدة موجود داخل حي السليمانية في اسفنكس في فيلا 55. على اي حد راغب ان هو يشتري في هذه المنطقة يراجع الجهاز الاول عشان يبقى عارف الموقع، يبقى عارف الموقع الحقيقي يبقى عارف الموقع الحقيقي للأرض وموقفها الاقتصادي ماشي ازاي وموقفها القانوني ماشي ازاي. ده الخبر الأول. الخبر الثاني، عندنا أربع شركات عقارية كبرى دخلت في مفاوضات جادة مع وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطع أراضي بمدينة دمياط الجديدة. الأربع شركات دفعوا جدية الحجز 10% لأراضي بتقوم بنشاط عمراني متكامل مختلط بين التجاري وبين الإداري بمساحات تتراوح من 5,000 متر وحتى 60 فدان. الأراضي دي مطروحة حاليا والشركات عملت جدية حجز وسددت 10%. الخبر ده جاي لنا نقلا عن بروبرتي بلس. عندنا خبر كمان جديد إن بداية التخصيص المباشر للأراضي في المجتمعات العمرانية. سيادة الوزير عاصم الجزار طلع تصريح عن أن ممكن يتم الاستعلام عن الأراضي المتاحة كفرص استثمارية عن طريق الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية والاطلاع على الأراضي اللي معروضة كفرص استثمارية على موقع الهيئة. لو في أرض مختلفة في أحد الأجهزة بيتم الاختيار بيها وتقديم ورق الشركة متكامل سجل تجاري وبطاقة ضريبية ويتم اختيار قطعة الأرض والتقديم ليها ودفع مبلغ جدية حجز بعد التأكد من أن الأرض دي متاحة وموجودة وبعد الرجوع إلى واقعية إمكانية التخصيص عليها. هنبتدي فقرتنا الأولى مع المهندس أحمد الزيني، هنتكلم معاه عن أسرار مواد البناء ونعرف منه الدنيا رايحة فين. مساء الخير يا حبي. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الله يخليك. احنا شايفين ظاهرة كده في السوق حاليا ان 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 في انخفاض في بعض اسعار مواد البناء منها الحديد والاسمنت. دي حقيقة يا فندم. هل دي حاجة صحية ودي زي ما بنقول نتيجة نجاح؟ يعني هل الناس انتجت كويس او بقى في قدرة انتاجية عالية فقدرت انها تنافس في السوق فقدرنا ان احنا نقاوم الاحتكار اللي كان بيحصل؟ ولا كثرة الطلب على المنتج نتيجة المشروعات العقارية الكتير ل 14 مدينة على أرض مصر اللي بيقاموا حاليا في نفس الوقت، هل دول شجعوا إن المصانع تنتج أكتر فالطاقة الإنتاجية عليت فقدروا إن هم يخفضوا الأسعار، ولا ده إيه سببه؟
لا هو حضرتك طبعا هي زي ما حضرتك ذكرت هي ظاهرة صحية، وده نتيجة لتحسن المناخ الاقتصادي، وان مصر ماشية في الاتجاه الصحيح في الاصلاح الاقتصادي. ده رقم واحد. رقم اتنين ان احنا عندنا الدولة تدخلت متمثلة في جهاز المشروعات في صناعة الاسمنت تحديدا من قبل الثورة. تم افتتاح ده مصانع مملوكة للدولة، مش مملوكة الاشخاص، مش قطاع خاص. لا مصنع كان في اسمنت العريش، في اسمنت العريش في محافظة سيناء. تمام. في وسط سيناء ده انتاجه اليومي بدأ ب 11000 طن ووصل 22000 طن. كان الهدف منه هو يعني انتاج ما تحتاجه الدولة من اسمنت ثم ينزل الباقي في السوق المحلي. الى ان لما حصل فيه خطة التنمية العمرانية ل 14 مدينة وال 4500 كيلو طرق، توقفت في بداية 2018 حركة النقل ما بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية نتيجة الأحداث اللي كانت بتحصل في سيناء. الأسمنت وقتها كان في حدود 800 جنيه للطن، وصل ل 1500 جنيه للطن، وده بسبب رفع المصنعين وخاصة الأجانب لسعر الأسمنت تسليم أرض المصنع. عشان أعتقد قبل دخول الدولة كان يعتبر في احتكار. طبعا كان يعتبر سلعة محتكرة. كان في احتكار، وكان في قضية معروفة أيام المهندس رشيد تم اتهام فيها اللي رفعتها، ودي أول مرة تحصل، اللي حركتها الدولة ضد منتجي الأسمنت، واتحكم فيها بأقصى عقوبة في قانون الممارسات الاحتكارية في ذلك الوقت، وكان أقصى عقوبة 10 مليون جنيه، بما فيهم كانت إحدى شركات الدولة كمان يعني. طب أسألك سؤال، إحنا حجم الإنتاجية المحلية من الحديد والأسمنت تقريبا قد إيه؟ وبتستوعب السوق المحلي ولا بيبقى فيه فائض؟ شوف هو حضرتك إحنا يمكن كنا بنستورد لحد بعد الثورة. يعني في 2013 و2014 كنا بنستورد الأسمنت، وطول عمرنا دولة مستوردة لحد قبل 30/6. كنا دولة مستوردة يعني الأسمنت، غير اللي هي بتنتجه مش مكفيها بتستورد. فكنا بنستورد باقي احتياجاتنا، كنا بنستورد يعني ما يزيد عن مليون أو 2 مليون طن شهريا عشان إن احنا نقدر نكفي احتياجاتنا في الوقت ده. والحديد والحديد نفس القصة كان بيستورد. كان بيستورد إلا إن الدولة تنبهت للقصة دي، فجينا بعد الثورة تقريبا في أو قلنا يمكن في 2016 أصدر بعد 30/6 الرئيس السيسي أعطى تعليماته بإنشاء أكبر مجمع لصناعة الأسمنت والجرانيت في محافظة بني سويف. وكان في بني سويف بالذات، لأن بني سويف كموقع استراتيجي قريب من المحافظات كلها خاصة محافظات الصعيد، لأن كان الأسمنت هناك أسعاره مرتفعة جدا عشان النولون. لا مش عشان النولون ده، للأسف الشديد إحنا أسمنت أسيوط اللي هي سيميكس حاليا، كان وقتها الأسمنت بتباع في أسيوط أغلى ما بتباع في دمياط مثلا. أغلى يعني جنب المصنع كان أغلى. كان هو بيعتمد على حتة أن أنت لو جبته من القاهرة ما أنت هتتكلف نولون 100 جنيه، فيقوم هو يزود ال 100 جنيه دول يعني يعليها على المستهلك. فكان الفكرة من إنشاء المصنع ده ان هو يغطي معظم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد. لما طبعا يمكن تم افتتاحه في شهر مايو، وتم افتتاحه رسميا في شهر اغسطس اللي فات، افتتحه سيادة الرئيس، بس بدأ انتاجه من شهر مايو 2018. ده انتاجه اليومي 40000 طن يوميا، دول بينزلوا السوق، بالاضافة ل 20% بينزلوا من مصنع الدولة برضه في العريش اللي هو اسمنت العريش، حوالي 60000 طن. دول طبعا خفضوا الاسعار من 1600 جنيه للطن، النهارده الطن من 800 ل 820 جنيه اقصى سعر. فدخول الدولة في صناعة الاسمنت هي اللي قضت على الاحتكار، بقى عندنا النهارده فائض ونقدر نصدر. طب دلوقتي في قرار كان اخده معالي وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو النصار بفرض ضريبة للصادرات عشان المواد اللي بتيجي من الخارج، واردات الحديد من الصلب لمده 3 سنين على البلت والحديد، ضريبه حمايه. احنا هنتكلم عن الحديد بصفه عامه.
الحديد برضه احنا دولة مستوردة، قلنا للحديد كمصنع كمنتج نهائي او للمواد الخام بتاعه سواء خردة او بلت، يمكن احنا تقريبا من سنة بالظبط او من سنة واسبوع كان بعض المنتجين بتوع المصانع المتكاملة اللي هي الكبيرة اشتكت من استيراد الحديد وان هو بيتباع اقل من السعر المصري. طب هل فرض الضريبة ده للحماية هيخلي سعره يرتفع تاني؟ يعني هيقلل المنافسة فهيخلي سعره يعلى؟ انا غير حضرتك في الكلام ما تستعجلش، هجاوبك على اللي انت عايزه. اما اتفرض الرسوم في الوقت ده، الحديد كان في الوقت ده حوالي 12 او 13 الف جنيه. احنا طبعا المادة الخام نزلت حوالي 70 دولار بالنسبة للبلت وحوالي 80 دولار بالنسبة للخردة. فالقرار بتاع كان في فرض من سنة 15% على البلت وحوالي 25% على حديد التسليح. احنا النهاردة مش في حاجة لاستيراد حديد تسليح، احنا عندنا في مصر دلوقتي ما يكفينا في السوق المحلي من انتاج الحديد. احنا في السويس للصلب الدولة لها 82% في المصنع ده، في خط مليون طن في التجارب هينزل السوق الفترة اللي جاية سنويا، في مصنع تاني 500,000 طن. احنا بقالنا سنة ما بنستوردش حديد ومش حاسين ان احنا عندنا نقص حديد. الاسعار انخفضت لسببين. السبب الاول انخفاض سعر الدولار من 18 ل 16 جنيه وربع، عندك فرق حوالي 170 قرش. لو انت بتستورد بلد ب 400 دولار يبقى انت عندك فرق حوالي 600-700 جنيه، ده فرق سعر. تمام. وده نتيجه طبعا لايه؟ ان في تحسن في الاصلاح الاقتصادي. ده نتائج الاصلاح الاقتصادي اللي اتعمل. ده اساسي بقى، يعني مش حاجه هنقول السوق هيطلع او هينزل. الحاجه الثانيه ان اسعار الخامات العالميه نزلت اسعارها. دوليا. فطبعا ساعدت برضو على. طب دي بتنزل بناء عن ايه؟ عرض وطلب يعني؟ عرض وطلب، وهي لها مواسم. مثلا في بدايه الشتاء بيقل تجميع الخرده فالسعر بيطلع كده، عرض وطلب بالنسبه للسوق العالمي. القرار بتاع فرض رسوم الحمايه انتهى كان تقريبا في اول الشهر، جددوا وزير الصناعه لمده 3 سنين. بس زودوا شويه بالنسبه للبلد. احنا طبعا مع حمايه السواق، الغرض منه حمايه الصناعه الوطنيه، والمقصود من هنا بقى المياه المصانع الكبيره اللي بتنتج خام الحديد. ولكن احنا برضو بنطالب الحكومه ووزير الصناعه، طب احنا عايزين برضو حمايه المستهلك. احنا هنصدر قرار بفرض رسوم حمايه عشان احمي المصنع. مش التاجر، احمي بعض المصنعين. لا، احنا عندنا مصانع الدرفله كلها بتشتغل، كلها معتمده على مستوى على استيراد البلت، فبالتالي لما يتفرض عليه الرسوم دي هو مش هيقدر ينافس. يبقى بقى ما فيش هنا منافسه بين المصانع الكبيره ومصانع الصغيره. ولكن تدخل الدوله ان بنقول ان هيضخ مليون طن في السوق فهيزيد الانتاج، فكلما زاد العرض قل السعر. قل السعر عشان المنافسه عاليه. فالمنافسه طبعا شيء مهم، بس مطلوب برضو من الحكومه او ان هي النهارده زي ما انا بحمي المصنع كصناعه وطنيه ان انا احمي المواطن. المصنعين دول كام؟ 10؟ 5؟ ما يجوش 10. ان يبقى في سقف من الناحيه الثانيه؟ لا، مش في سقف، ان انا النهارده ما يبقاش سعر الحديد في مصر اعلى من الاسعار العالميه. يبقى زي ده النهارده المواطن في مصر بياخد الحديد زياده عن سعره العالمي، الكلام ده من زمان يعني مش حاجه جديده، يعني اكتر من 1000 جنيه زياده عن الاسعار العالميه. ايه السبب؟ هما بيقول لك زياده التكلفه. طب ما نتكلم في زياده التكلفه. اكتر من 1000 جنيه؟ لا يقل عن 1000 جنيه زياده عن الاسعار العالميه. اتكلم مثلا في 7% النهارده. ما هو عامل لك النهارده رسوم حمايه 25% بحد ادنى كذا، البلت 25%، البلت 16% بحد ادنى 74 دولار. يعني انت عشان تستورد بلت لازم تدفع 74 دولار اقل حد ادنى. ما ال 74 دولار اللي بايه؟ ب 1000 جنيه وشويه. تقريبا. يعني انت لو جبته الحديد من بره او البلت هتنزل عن الاسعار دي 1000 جنيه. فهو بيحميه باكتر من 1000 جنيه. طب احنا تكلفتنا عاليه ليه؟ طب ما احنا نحاول نقلل تكلفتنا. نشوف ايه المشاكل وايه الاسباب تخلي انا كمصنع او كمصر تكلفته عاليه. طب هل السوق المحلي ما بيستوعبش الكميه الكبيره فهو بيبقى عنده فائض انتاج مثلا؟ لا. عشان كده تكاليفه في الانتاجيه عاليه؟ لا 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 خالص، ده الكلام ده من زمان، بقى له اكتر من 15 سنه من ايام ما كنا بنستورد. برضه هو الحديد في مصر زياده لا يقل عن 1000 جنيه
عن السوق العالمي. طب ما نشوف ايه الاسباب بتاع زياده التكلفه ان احنا نحلها، مش نحلها يعني عشان المواطن من حقه ان يحصل على السلعه باقصى سعر اللي هو السعر العالمي. طيب. وزي ما انت بتحوي المنتج زي ما انت برضه انا احمي المستهلك، احمي المستهلك اللي هو المواطن، لان احنا بنقول المستهلك ده 90 مليون. اه طبعا. انما المنتج ده يعني اعداد تتعدى على الصوابع. طب يعني. طب هل انخفاض مواد البنى ده يؤدي لانخفاض في سعر العقارات؟ ده بالطبع يا فندم. يعني حضرتك بتقول الحديد مثلا رخص عشان البلت حصل فيه كذا. تمام؟ فده سبب جوهري. الدولار ده عدة اتظبط أسباب شويه. مش سبب واحد يعني. احد اسبابه مثلا الدولار اتظبط شويه فالسعر قل. اه طبعا. طيب هل لو السعر بقى اللي قل ده دخلنا على العقارات ده هيؤدي ان سعر العقارات ينخفض شويه؟ اكيد يا فندم، ده كلما قلت التكلفه، هو النهارده المطور العقاري بيحسب تكلفته على الاسعار الحاليه. تمام. بس النهارده ده مش، خلي بالك من نقطه. اتفضل. احنا زمان فيما قبل عده سنوات يعني، خلينا نرجع ورا مثلا لحد قبل 2010. تمام. كان في ثبات في سعر مواد البنى. تمام. اقصى حاجه كانت بتغلى في السنه 5% لو غليتهم يعني. تمام. ما بتغلاش عن كده. غير الطفرات بقى يبقى 2008 لما الحديد نط فجاه غلي جدا وصاحبته طفره بيعيه عقاريه غير طبيعيه. تمام. يعني الحديد كان غلي جدا، كان ياما وصل 8000 جنيه وده كان رقم. تمام. وهمي. وصاحبته طفره عقاريه. تمام. النهارده هو لما بيحسب بقى السعر متغير زي ما حضرتك عارف، السعر قبل علو، فهو بيبقى حاطط هامشيه للمخاطره ان هو بيبيع أكيد. مثلا يسلمك كمان 3 سنين ومش عارف السنه الجايه هيبقى بكام الحديد او بكام الاسمنت او بكام مواد البنى. اكيد طبعا. هل دي هتظهر على السوق ولا برضه هم هيفضلوا مستنيين لما تثبت فتره؟ هم اكيد هتثبت فتره، لان هو النهارده اللي هيبنيه النهارده في على مدار سنه هو ده اللي هيظهر بعدين في السوق بعد كده. هيسمع. انما النهارده هو مش هيظهر. يعني النهارده هو المطور العقاري اللي بيبيع المتر ب 25000 جنيه وب 26000 جنيه، هو ده ثمنه؟ هو المطور العقاري اللي بيبيع المتر ب 100000 جنيه، هو ده ثمنه او تكلفته؟ هل ده مرتبط بالحديد او بالاسمنت؟ لا بص حضرتك، اللي بيبيع المتر ب 100000 جنيه كويس، ده بيبيع رفاهيه ما بيبيعش كوست. يعني هو بيحسب لك انترتينمنت او حاجات ترفيهيه جوه المشروع، مش هي دي الكلفه. تمام. الاسمنت والحديد ومواد البناء والتشطيبات. لا طبعا، هو في الاخر بيبني زي الناس. بيبني مواصفة اعلى منهم شوية، بيشطب بشكل راقي اعلى بكتير، لكن في الاخر هو ده حاجة انترتينمنت يعني، مش كلفة. لو اتكلمنا على العموم او على الاسكان المتوسط او الاقتصادي اللي بتعمله الدولة خاصة، ده هتقل تكلفته، وفي اقرب وقت انت هتلاقي اسعاره هتنخفض في السوق، لان هي الدولة مش تاجر. هي الدولة عايزة تكلف الواحدة 100000 جنيه مش 300000 جنيه ولا 200000 جنيه. بالزبط. يعني عايزه تقلل التكلفه، فده هيظهر عندها. والدوله النهارده عندها مصانع الاسمنت ومصانع الحديد، فكل ده هيظهر. بس انا عايز اقول لحضرتك ان دخول الدوله بزياده المنتجات والعرض في السوق هو ده اللي بيؤدي المنافسه وانخفاض الاسعار بسبب رئيسي. يعني بيعمل موازنه، بيعمل موازنه في السوق. انما اللي انا عايز اقوله بصفه عامه، مفيش اسعار هتطلع، مفيش اسعار هترتفع باسعار العقارات. اللي انا عايز اطمن الناس فيه، اسعار مواد البناء، اسعار لمواد البناء ولا العقارات، ولا العقارات بصفه عامه مش هتطلع. ان احنا عندنا برضه عرض زياده، واحنا عندنا يمكن في بعض الاماكن او في بعض المحافظات وفي الاماكن او المدن زي التجمع او اكتوبر، احنا عندنا اسعار بقى لها 3 4 سنين ثابته. ان كل العقارات دي اسعارها كانت قبل التعويم بتكلفه قديمه. بالظبط. فبالتالي سعرها ما زادش. اللي سعره زاد النهارده هو اللي بيبيع تكلفة النهارده، وهو ما اللي بيبيع على 10 سنين او 8 سنين عشان يقدر ان هو يفتح المارجن. فما تقيس النهارده اللي بيبيع على 8 سنين و10 سنين ان انا بقيس على السوق. انا بقيس على الغالبيه اللي هو الاسكان المتوسط والاسكان فوق المتوسط. انما الاسكان الفاخر انا ما اقدرش، لان كل مطور عقاري وله اسم وله سعر، وكل منطقه مميزه لها سعر. حتى داخل الكومباوند الواحد بتبقى الوحدات مختلفه، اسعار متفاوته. ما هو برضو زي ما احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهوا في البرنامج، حضرتك كنت بتقول الحاجه المميزه ليها زبونها. طبعا. وبايعه نفسها. طبعا. فالفكره ان اللي عنده حاجه مميزه بتغلى. تمام. وهتعلى، لكن اللي زي الناس الزبون هيقف يختار كتير. يعني الراجل بالزبط. الجريء بدون ذكر اسماء يعني، اللي عمل مشروع في الساحل الشمالي بيبيع المتر ب 120000 جنيه و 104000 جنيه، مفيش حد باع كده.
ولا حد بيبيع كده، ولا في حد بيبيع كده في مصر. لكن هو الراجل مقدم حاجه، والله اللي قدم ان هو يشتريها يشتري حاجه مميزه، حاجه مميزه، حاجة هو ميز نفسه او ميز شغله. طبعا دي مش قاعده يعني، لكن انا بقول لحضرتك ايه، ان 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 اه ده يعني لكن بقيه الناس اللي شكل بعد ما هو النهارده ليه حضرتك في عرض كتير، لان الشركات كلها بتعمل حاجات شبه بعض، لو في تميز حد عامل حاجه مميزه الناس هتاخدها. لكن هو اللي بيحصل ان هو بيلاقي ايه، كل الحاجات شكل بعضها، الاماكن متشابهه، الاسعار متشابهه، المساحات متشابهه، اللي يجذبه طريقه الدفع هيخليه يدفعهم ازاي الفلوس، لكن هو في الاخر المبلغ ثابت ما فيهوش تغير. عشان كده العقارات السعر اللي بتتباع فيه حاليا ده مش السعر الحقيقي، لكن ده السعر زي ما حضرتك بتقول اللي مفتوح له مارج التقسيط لمده 10 سنين او 15 سنه عشان يقدر يدي نفس المستهلك انه يشتري. بالظبط، دي حقيقه. لكن انتوا في مواد البنا مفيش كده، مواد البنا دي سلعه كاش، يعني بيطلب بالزبط كم طن حديد بيدفعهم، بيطلب بالزبط كم طن اسمنت. السلعه ما بتتخزنش المده الطويله يعني، ما ينفعش تتخزن. وهيخزنها ليه؟ مفيش ما يدعوا يعني احيانا بتتباع بالتكلفه، احيانا بتتباع بالتكلفه، بتتباع بالتكلفه، وحاليا معظم المنتجات بتتباع بالتكلفه. طب ليه بقى؟ عشان دي منتجات موجوده اصلا فعايز يخرجها من المصنع. دي منتجات موجوده واحنا عندنا فائض في الاسمنت والحديد دلوقتي والاسعار بتنزل. طب انا هستنى ما تنزل اكتر، هو عايز يبيع النهارده احسن ما يبيع بكره. طبعا حضرتك النهارده طالما الدولار بينزل، طالما التكلفه قلت خاصه في الحديد، بس المنتج اللي موجود على الارض ده بقى متكلف التكلفه الغاليه، خلاص ماشي هتباعه لمين؟ انت هتباعه لمين؟ ما حدش هيشتري منك بالسعر الغالي. المستهلك النهارده او المقاول مستنى ما السعر ينزل ويثبت، حتى تاجر التجزئه، ما هو ما فيش تاجر تجزئه النهارده بينزل في مخزنه 100 طن حديد مثلا ب 11000 جنيه طن، وبعدين يتعرض عليه تاني يوم ب 10700. تمام، هو ما خدش غيره، خد فغصب عنه هيبيع ب 10700، هيبيع ب 10800. هو السوق بيتكلم اللي هو لازم يخسر 200 جنيه وبيبيع ب 10800. مش بمزاجه، هو موضوع مش بمزاجه، يدور فلوسه عشان السوق اتحول لعرض وطلب. بالظبط، ما بقاش سوق مغلق. زي انا هقول لحضرتك، زي النهارده ما بيبقى عنده الحديد ب 10800، وبعد تاني يوم الشركات تعلن انه زاد 200 جنيه، بيبيع بالزياده ال 200 جنيه. لو غالي ب 11000 هيبيع بال 11. هو السوق عرض وطلب، بس هو موضوع العرض والطلب وسع شويه. يعني هو السوق مش واخد عليها قوي. بالظبط، احنا يمكن لاول مره يعني السوق. طب انتوا ليه ما تعملوش، يعني انا عارف حضرتك رئيس غرفه واكيد عندك يعني تحت ايدك كل الخيوط بتاعه الصناعه، يعني ليه ما تعملوش زي بورصه لاسعار مواد البن؟ والله ان السعر كذا وان كذا وان كذا، لان برضو الشركات دي شركات مش صغيره، يعني اكيد الشركات دي متداوله جوه البورصه. تمام، منتجاتها دي ارتفاعها وانخفاضها وارتفاع اسهمها وانخفاضها بيختلف طبعا باشكال الاقبال. شوف، هي معظم للاسف الشديد يعني معظم الشركات ما كانتش بتعلن عن السعر الحقيقي حتى في البيع مع الموزعين. كان احنا ايام المهندس رشيد احنا اجبرناهم ان يعملوا فواتير ما كانوش بيعملوا فواتير الا بعد شهرين ثلاثه، يعني ما بيخرجوش فواتير للشغل. يعني هو النهارده يقول لك مثلا في وكيل بياخد له 2000 طن في الشهر او ثلاثه او اي رقم، هو بيحط فلوس تحت الحساب وهو اللي بيقول له بيع بكذا، وفي الاخر بيشوف السوق باع بكام ويسيب له، بعدين يتحاسب. بعدين يتحاسب ويسيب له 5 جنيه 7 جنيه، مره ما يسيبلوش، مره يسيب له 10 جنيه كده. فالسعر الحقيقي هو السوق مش اللي على الشكاره. يعني حضرتك النهارده ممكن تروح تشتري اسمنت تلاقي العبوه عليها مكتوب الحد الاقصى للطن 1000 جنيه. مكتوب عليها كده؟ مكتوب عليها كده، وانت بتشتريه ب 820 جنيه. فعشان كده ممكن يبقى مكتوب عليه 1000 جنيه تشتريها ب 1500. لا ده ما بيحصلش. لا بقول لك ممكن يعني. لا هو بيكتب الحد الاقصى. بيكتب الحد الاقصى اللي توصل. بيكتب الحد الاقصى. اوكي. يعني أوكي. يمكن احنا برضه حاولنا ان الدوله تلزمه ان هو يكتب السعر الحقيقي سعر على العبوه الفعل. عشان انا كمستهلك اما اروح على السعر اللي على العبوه حتى لو يبقى في فرق يعني 1% 2% مش فرق 20% في السعر. بس للاسف برضه دون جدوى، يعني من قبل الثوره واحنا يمكن تقدمنا بطلبات كتير لوزاره الصناعه دون جدوى يعني. طيب احنا عايزين ناخد منك نصيحه في قبل نهايه فقرتنا. اتفضل. للمستهلك ولشركات المقاولات، يعني تقول لهم ايه؟ يعني انا بالنسبه للمستهلك انا بقول له انت اطمن،
اسعار مواد البناء مش هتزيد، انت ما تستعجلش. المنتجات دي كلها في النهايه احنا عندنا فائض مش هتتباع الا للمصريين، مش هتتصدر حتى لان سعرها عالي عن السوق العالمي، فبالتالي هو موجوده وما قداموش غير المستهلك المصري في السوق المحلي هو اللي يشتري منه. فيما يخص مواد البناء ده للمستهلك. فيما يخص العقارات بقول لهم برضو ان الاسعار مش هتزيد، الاسعار مستقره، هتنخفض في الوحدات الاقتصاديه، وحدات الدوله، في وحدات الدوله، بالذات في الحاجات اللي هتتعمل جديده، فاللي جاي افضل واحسن في الفتره القادمه. بالنسبه لشركات المقاولات النهارده بقول لهم احنا مش عايزين نمشي ورا الاشاعات ان نلحق الحديد هيزيد، الحق خزن انت عشان الحديد ما يزيدش عليك. تروح النهارده كانوا بيروحوا يشتروا ويحجزوا عند التجار ويسيب الحديد عنده خوفا ان الحديد يغلى من هم يزيد. عايز اقول لهم انتوا اللي بتحركوا السوق، هم اللي بيغلوا على نفسهم. انتوا اللي بتحركوا السوق برضو، ان انتوا ما استخدمتوش الحديد ده صدقوني ما حدش هيستخدمه الا انتوا. سعره هينزل. النهارده التجار كلها بتشتكي ان هم بيخسروا، ما بيستنى ان هو اي عميل يجي له. فالنهارده هو ما بينتظر، هو بكره افضل له بصفه عامه. وبقول للمستهلك بصفه عامه برضو ان الاستثمار العقاري هو الاستثمار الامن في الفتره اللي جايه. عمر يعني العقارات ما سعرها هيقل هيقل، احنا بنقول هيقل في الجديد اللي بتباع ب 11 و 12 هيبقى ب 10 900 هيبقى هيبقى ب 9 هيبقى كده. هيقل امتى؟ بمنتج مختلف يا فندم. هيقل امتى؟ لما الجنيه المصري ترجع قيمته تاني يشم نفسه ويشم نفسه. هو بدا فعلا يشم نفسه، ابتدى يشم نفسه بدليل ان الحديد رخص عشان كده. ان النهارده انا كنت بستورد الحديد، لو بنستورد الحديد مثلا ب 400 دولار كنا بنجيبه ب 7 جنيه ب 2800 جنيه. النهارده 400 دولار في 16 جنيه ب 6500 جنيه. فانت بتتكلم في فرق كبير يعني. فرق كبير مش صغير. فهتقل التكلفه بصفه عامه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. احنا طبعا سعداء جدا بلقائنا بحضرتك. وانا سعيد بيك. وعايزين نتابع دايما معاك حركة مواد البنا رايحة فين، وندي الناس أمل وسعادة كده واطمئنان. احنا إن شاء الله يعني مصر بخير. مصر فيها استثمارات عالية جدا. مصر أكبر سوق للاستثمار في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، وأكبر دليل أنت شوف إن معظم الشركات العقارية أو المطورين العقارية كلهم شركات غير مصرية، لأن ما قدامهمش في الشرق الأوسط دولة يستثمروا فيها زي مصر. النهارده عندنا 4000 متر طرق من افضل الطرق، عندنا النهارده بنيه اساسيه، عندنا مدن جديده، عندنا قانون استثمار جديد، عندنا موانئ على اعلى مستوى، يعني عندنا تسهيلات في كل حاجه. يعني ان شاء الله اللي جاي افضل. مش عايزين نمشي ورا الاشاعات ورا الناس اللي ما بتحبش البلد ولا بتحب مصر. وانا عايز اقول في نهايه كلامي، لولا ال 14 مدينه اللي بتعملهم الدوله ولولا المشروعات اللي بتعملها الدوله دي، كانت مصانع الاسمنت والحديد قفلت، وكان اكتر من 6000 عامل بيشتغلوا في قطاع التشويد والبنى ما بين بنا وبتاع محاره وسباك والمهن المختلفه، كان قعدوا في البيت وبقى كان في عندنا بطاله. وان الفلوس اللي بتاخدها هؤلاء العمال وكل الشركات دي هي اللي بتدور حركه السوق المصري، في تحية لكل الدولة ولكل من ساهم في إنشاء هذه المدن الجديدة. شكرا. تمام بنتقدم لك بخلص الشكر. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا الأول. هيبقى لنا لقاء تاني مع دكتور صلاح هاشم الزيني. خليكم معانا، تابعونا بعد الفاصل.